بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الدمام، عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد، كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع، وكالة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد. معكم الدكتور خالد قمر في مادة مهارات إدارية. كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن التفاوض ومفهوم التفاوض ومبادئ التفاوض. سنبدأ النهاردة إن شاء الله آخر محاضرة بإذن الله تعالى في مادة مهارات إدارية، وهنستكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة اللي هو الخاص بمهارات التفاوض الفعال. هنتكلم النهاردة عن مدخل أسلوب حل المشاكل في التفاوض. لو تتذكروا حضراتكم لما جينا اتكلمنا عن أسلوب حل المشكلات واتخاذ القرارات، وقلنا ان اول شيء بالنسبة لنا ان احنا نحدد المشكلة تحديد جيد، ثم بعد ذلك نشخص المشكلة تشخيصا جيدا، ثم بعد ذلك نضع بدائل للحلول، ثم نختار أفضل البدائل الذي نستطيع أن ننفذه بأقل قدر من اللي هو بيحقق لنا أكبر مزايا وأقل عيوب. في مدخل أسلوب حل المشاكل في التفاوض هو نفس الشيء تقريبا، يعني بنجد ان هذا الاسلوب يشابه بشكل كبير جدا اسلوب حل المشكلات واتخاذ القرارات اللي اتكلمنا عنه. فهو يعتمد في الاساس ايضا على تحديد المشكلة تحديدا دقيقا. طبعا المشكلة اللي احنا بنقصدها هنا اللي هي مسألة النزاع او قضية النزاع او الخلاف ما بين شخص وآخر، أو ما بين طرف وآخر، أو ما بين طرف ومجموعة أطراف، أو مجموعة أطراف ومجموعة أطراف. طيب وتشخيصها تشخيص جيد. لو تتذكروا حضراتكم لما كنا بنتكلم عن عملية التشخيص وقلنا لو واحد مرض وراح لطبيب غير ماهر فقال له أنا بشتكي من المغص، فالطبيب أعطاه دواء للمغص دون أن يشخص المرض، فبنجد أن المريض حالته بتسوء وأن المغص بيشتد أكتر. فده دليل على إيه؟ على عدم التشخيص الجيد. طيب لو ذهب هذا المريض إلى طبيب ماهر فيقول له لا، المغص ده احنا لازم نشخص هذا المرض، بمعنى ان نتعرف على الاسباب الحقيقية وراء هذا المرض. فبيبتدي يعمل له اشعات، بيبتدي يعمل له تحاليل، بحيث ان هو يصل، غير طبعا ان هو بيقوم بالكشف بالسماعة او الكشف اليدوي او خلافه، بحيث ان هو يصل الى تحديد الاسباب الحقيقية وراء هذه المشكلة اللي هو في قدامنا في المثال بتاعنا المغص. طيب احنا في خلاف بيننا نزع ما بين شخص او اخر او منظمة واخرى، فيجب هنا ان نشخص اسباب هذه المشكلة او هذا النزاع او هذا الخلاف تشخيصا جيدا، بمعنى أن نتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا النزاع أو الخلاف. طيب إذا استطعنا أن نحدد الأسباب الحقيقية وراء هذا النزاع، نستطيع بالتأكيد أن نصل إلى حلول لحل هذه المشكلة. قد يكون حل واحد، قد تكون مجموعة من بدائل الحلول، ولكن يجب أن يراعى في هذه الحلول
المصالح والاهتمامات المشتركة بين طرفي النزاع. هنا من خلال الحوار، من خلال التفاوض، من خلال المناقشات، يمكن أن نصل إلى بدائل الحلول ونختار منها البديل الذي يرضي جميع الأطراف. يجب أن يرضي البديل الذي يتم اختياره للتطبيق جميع أطراف النزاع. الحقيقة بنجد في بعض المشكلات التي تتعلق بمنظمات الأعمال أشياء شبيهة بهذا المثال أو بهذا المدخل. فبنجد مثلا إن في المشكلة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وهي مشكلة اختلاف الإدارة مع العاملين، وقلنا الأهداف بتاعة الإدارة بتختلف مع أهداف العاملين. الإدارة تسعى للحصول على أعلى أرباح بأقل تكلفة، والعاملين يسعون إلى الحصول على أعلى راتب بأقل مجهود ممكن. إحنا إذا استطعنا في هذه اللحظة يا جماعة أن نحدد أو نشخص المشكلة تشخيصا جيدا، فتعرفنا على أسباب المشكلة، الأسباب الحقيقية وراء المشكلة، فقد نصل إلى بدائل لحلول هذه المشكلة. قد يكون السبب ليس مطالبة العاملين مثلا بزيادة الأرباح، ممكن السبب الرئيسي هو عدم رضا العاملين عن المنظمة، أو عدم رضا العاملين عن الإدارة. وهنا يفتعل العاملون المشاكل مع الإدارة، يعني ما يكونش هو المطالب الحقيقية بتاعتهم هي زيادة الرواتب، ولكنها مدخل مفتعل لنزاع ما بينها وما بين الإدارة لعدم رضائهم. أنا قلت إما يكون عدم الرضا بسبب تعامل الإدارة المتعنت مع العمال في بعض الأحيان، أو بسبب ظروف العمل القاسية ممكن، أو بسبب فعلا أن يكون الراتب أقل من نظرائهم في الشركات الأخرى أو المنظمات الأخرى. إذا استطعنا أن نضع أيدينا على الأسباب الحقيقية وراء المشكلة أو النزاع، نستطيع أن نضع بدائل حلول بشكل تعاوني، يعني بين طرفي النزاع هم اللي يضعوا البدائل الحلول التي ترضي جميع الأطراف. طيب في حالة مثلا أن العاملين فعلا محتاجين زيادة الرواتب، والمنظمة محتاجة أن هي تحصل على أعلى الأرباح، طيب ممكن يكون بديل للحل مثلا أن المنظمة تعلي أو ترفع رواتب العاملين، ده شكل مثلا من أشكال أو بديل من بدائل الحلول، أن هي ترفع مرتبات العاملين ولكن بشكل تدريجي على عدة سنوات، في المقابل تطلب من العاملين زيادة المجهود لتعويض التكلفة الزائدة بالنسبة للمنظمة. طبعا هنا يجب أن يصل الطرفين إلى الرضا الكامل عن هذا البديل، يعني العاملين هنا هيتنازلوا عن جزء من راحتهم، هم كانوا عاوزين أقل مجهود وأعلى راتب، لا هنا هيبذلوا مجهود أعلى شوية في سبيل أن هم يحصلوا على إيه؟ على الراتب الأعلى، والمنظمة تنازلت عن جزء من أرباحها مقابل أن هي إيه؟ هتكون بعملية يعني بنسميه بالتقسيط على فترات، مش هتتكلف مرة واحدة، وفي المقابل أيضا أنها ستحصل على مجهود إضافي من العاملين. طيب يبقى ممكن هنا
إذا استطعنا كمفاوضين إن احنا نصل إلى هذا البديل اللي هو بديل حل النزاع، يبقى استطعنا اللي هو بيرضي طبعا الطرفين، يبقى احنا كده استطعنا ان احنا نحل جزء من المشكلة. مش هنقول حلينا المشكلة بشكل جذري، واحنا قلنا ان احنا في التفاوض لا نسعى ابدا لمئة في المئة من اول مرة. اذا استطعنا ان نحصل على 75% من عملية التفاوض فده نجاح باهر، ولكن دايما بيكون عند طرفي النزاع الامل في الحصول على باقي النسبة بحيث ان هم يحصلوا على 100%. عملية حل المشاكل في التفاوض او اسلوب حل المشاكل في التفاوض ليس امرا سهلا، ولكنه امر صعب جدا، لان عملية التعرف على الاسباب الحقيقية او تشخيص اسباب النزاع الحقيقية ليست بالامر الهين. يعني في الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده اللي هو النزاع ما بين الإدارة والعاملين، وقلت لكم ممكن يكون اكتر من سبب، منها عدم رضاء العاملين. طيب احنا ازاي هنستطيع ان احنا نحدد السبب ده بدقة؟ العاملين طبعا ممكن بيتصرفوا بشكل عشوائي، يعني هم عندهم عدم رضا يعني بينطبع على سلوكياتهم في المنظمة في شكل مطالبات تعجز الإدارة أو تحمل الإدارة ما لا تطيق. هم بيتصرفوا بشكل عفوي، يعني هي المشكلة أساسا إن هم مش راضين، لأن العامل الراضي في مكان عمله، المبسوط في مكان عمله، دائما مش هيحاول يثير المشاكل، وخاصة مع الإدارة دائما سيكون مطيع، دائما سيكون عنده الاستعداد للتضحية ببعض الأمور من أجل استمرار العمل ومن أجل استمراره في العمل ومن أجل التقدم وتفوق المنظمة. أما في حالة عدم الرضا فبنلاقي بعض التصرفات زي دي. طب إحنا نقدر نوصل إزاي بشكل فعال إن السبب الرئيسي، نشخص السبب الرئيسي وراء هذا النزاع أنه عدم رضا العاملين عن شيء ما، في شيء من الصعوبة. طيب لما نيجي مع بعض كده ونتكلم عن الخطوات التي يجب اتباعها عند تبني أسلوب حل المشاكل في التفاوض. أول حاجة يا جماعة هنلاقيها اللي هي إيه؟ التحرك ببطء. معنى إيه؟ أن المفاوض يجب أن يتحرك ببطء، بمعنى ألا يندفع تجاه الطرف الآخر ويقدم له تنازلات سريعة، لأن هذا الأمر قد يثير شك الطرف الآخر. يعني بمعنى لو جاء المفاوض بتاع الإدارة وقال خلاص احنا موافقين على كل طلباتكم، بس انهوا الاضراب، انهوا الاعتصام اللي انتوا عاملينه يا عمال، ما تعملوش مشاكل، احنا موافقين على كل طلباتكم، وبشكل سريع، هنلاقي العمال دايما عندهم شك. هلا ايه الشك؟ ايه السرعه ديت؟ ها ليه قدموا التنازلات بسرعه كده؟ طب هم عاوزين ايه؟ طب هم بيفكروا في ايه؟ هنا هيصير الشك في من جانب ايه العاملين ده من جانب. طيب من جانب اخر ان هو التسرع والاندفاع نحو تقديم تنازلات للطرف الاخر قد يعطي الفرصة للطرف الاخر ان يطمع في مزيد من التنازلات. فاذا كان مطالبهم في الاول زيادة المرتبات وعدد ساعات اقل، ممكن يقولوا لا، ده احنا عاوزين حوافز اضافية كمان، ده احنا عاوزين مزايا اخرى. ليه؟ لانهم وجدوا ان الطرف الاخر اللي هو المنظمة قدم سريعا التنازلات مما تسبب في زيادة المطامع لدى العاملين. طيب رقم 2، محاولة بناء الثقة
دون المغالاة في ذلك بدرجة ملحوظة. يعني ان المفاوض الماهر يحاول يبني ثقة ما بينه وما بين الطرف الآخر، يحاول يخلق جو من الصداقة والود والمحبة ما بينه وما بين الطرف الآخر في بداية الجلسة، في بداية جلسة التفاوض. يعني منذ بدء التفاوض يحاول المفاوض الماهر ألا يبدي اهتماما بالمشكلة الحقيقية أو النزاع الحقيقي، لا، ده هو بيحاول يتودد، يحاول يعمل صداقة مع الطرف الآخر اللي هو طرف النزاع الآخر، يحاول ان هو يستمع جيدا الى آرائه، يحاول ان هو يظهر اهتمام واحترام لوجهة نظر الطرف الآخر مع تقديم تنازل بسيط في البداية. يعني احنا نحطها قاعدة كده في حياتنا، انت لو بتتفاوض على اي شيء، انتوا كثير من السيدات لما بيروحوا يشتروا اي حاجة من عند تجار التجزئة مثلا بيبتدي يتفاوض معاه على السعر. فهنا السيدات في الحقيقة بيتميزوا بمهارة التفاوض، فنجد ان النساء بيبتدوا يتفاوضوا مع البائع، ها، ويقدموا تنازلات بسيطة كده في البداية، ها، بحيث ايه، ان هم لو قدموا تنازلات كبيرة يعني رضيوا بالسعر اللي هو طالبه في البداية على طول، ها، فهي ايه، خلاص البائع يبقى كده مبسوط، خلاص ممكن يطلب سعر اعلى كمان، ها. لكن لو قدم هو تنازل بسيط، او البائع، هناخد بالفكر العكسي، البائع تقدم بتنازل بسيط في السعر للطرف الاخر اللي هو المشتري، ها، فده مش هيثير طمع الزبون او العميل. لكن لو جال البائع مثلا وقال خلاص انا هدي لك الشيء ده بنص ثمنه، لا، دي هتثير القلق زي ما قلت في البداية، هتثير الشك في البداية، ستثير طمع الطرف الاخر في تنازلات ايه اخرى. اما نيجي لرقم 3 وهو بيتكلم عن ايه، تحديد الاهتمامات والمصالح المشتركة بوضوح والتي سوف تمثل مجالات التعاون. في مثالنا اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو بتاع النزاع الذي ينشأ ما بين المنظمة والعاملين، هنجد ان الاهتمامات والمصالح المشتركة ما بينهم ان كل طرف من الطرفين دول محتاج للاخر. يعني المنظمة محتاجة للعاملين، والعاملين محتاجين للمنظمة، المنظمة محتاجة للعاملين لان دول هم اللي هينتجوا وهم اللي هيحققوا لها الارباح، والعاملين محتاجين للمنظمة لان هي ديت اللي هتديهم المرتبات اللي بيستطيعوا ان هم يعيشوا بيها حياتهم. هي ديت الاهتمامات والمصالح المشتركة، وهي ديت اللي هتكون مجالات التعاون او نقطة البداية في عملية التفاوض. ان احنا يجب ان نظهر ان احنا مصلحة واحدة، ما احناش مصلحتين، احنا في اهداف مختلفة، ولكن اهتماماتنا واحدة، اهتماماتنا ان تبقى هذه المنظمة. طيب رقم 4، الفصل كلما امكن بين المسائل التي يمكن تحقيق التعاون فيها من اجل حلها وبين المسائل الاخرى التي تحتاج الى مساومة مثلا. بمعنى ان احنا الاشياء اللي نستطيع ان احنا نحقق فيها حلول دي نخليها على جنب، خلاص انتهت. اما الاشياء اللي لسه فيها نزاع او محل خلاف فنضعها في وقت اخر.
يعني يجب ان احنا دايما نفصل ما بين الشيئين. احنا اهتماماتنا واحدة، مصالحنا مشتركة اللي هي بتتمثل في بقاء المنظمة واستمرارها، لان المصالح ديت مصلحة المنظمة او بقاء استمرار واستمرار المنظمة معناه تحقيق الارباح للادارة والملاك وحصول العاملين على ايه؟ المكاسب. فده جزء لا ينبغي ابدا ان احنا نعمل دمج ما بين الاثنين، لا، احنا نخلي دي لوحدها. اما مسائل النزاع فده شيء اخر. ولذلك يا جماعة انا بستغرب جدا لما بنسمع دلوقتي مثلا على سبيل المثال في مصر يقولوا العاملين خربوا كسروا وقفوا الانتاج. ازاي؟ المصالح والاهتمامات مشتركة يا جماعة. كيف يصل الى عقولهم ان تعطيل العمل هو في فائدة العمال؟ مين يقول كده؟ كيف ان يعتقد الانسان العاقل ان تدمير المنظمة التي يحصل منها على لقمة عيشه هو الصالح له؟ ابدا. هم هنا ما قدروش يفصلوا ما بين الحاجتين، ما قدروش يفصلوا ما بين الاهتمامات والمصالح المشتركة وما بين الامور الخلافية او امور النزاع التي تحتاج الى حل. ما قدروش يفصلوا ما بين الاثنين، وبالتالي وصلوا للدرجة اللي احنا بنشوفها في وسائل الاخبار ديت ان بيحصل اعتصامات وبيحصل اضرابات وبيحصل تخريب للمنظمات من اجل اختلاف ما بين الإدارة والعاملين. طيب. خمسة، البدء بالمسائل الرئيسية أو الحيوية التي تحتاج إلى تعاون مشترك، وهنا يراعى ما يلي. بمعنى إيه؟ إن إحنا في بداية عملية التفاوض يجب أن نركز على الأشياء اللي فيها تفاهم ما بين الطرفين، اللي فيها اهتمام ما بين الطرفين، اللي بيجد فيهم الطرفين المصالح المشتركة. ما نركزش في البداية على أوجه الخلاف أبدا. يعني يجب في البداية أن نركز عما هو متفق ما بين فيما بيننا، ما بين الإدارة وما بين العمال، على المصالح المشتركة ما بيننا. لا يمكن أبدا أن احنا نبدأ الحوار او التفاوض بالمسائل الخلافية مباشرة، لا، ده احنا نبدأ الاول بالمسائل اللي فيها تعاون مشترك ما بين ايه؟ الطرفين. طيب، يراعى في هذه المسألة الاتي. واحد مثلا او الف، التحدث بخصوص المشاكل وليس الحلول. يعني انا هنا لما اجي اتكلم احنا قدامنا المشكلة. المشكلة دلوقتي ايه يا جماعة؟ ان العمال تريد زيادة المرتبات وتريد تقليل الايه؟ ساعات العمل او المجهود، والادارة تريد ارباح زيادة، تريد تكلفة اقل. دي المشكلة. يبقى يجب ان نركز على المشكلة كي نشجع طرفي النزاع أن يتعاونا في إيجاد بدائل الحلول. خدوا بالكم، احنا هنا ركزنا ليه على المشاكل وليس على الحلول؟ لو ركزنا على الحلول مش هنوصل لحلول وسط، مش هنوصل لحلول ترضي طرفي النزاع. لا، احنا لو ركزنا على المشاكل في حد ذاتها فده هيكون محفز لطرفي النزاع ان يدلي كل منهما بدلوه في وضع بدائل لحلول هذه المشاكل، بدائل ترضي طرفي النزاع. طيب، الشكل الحاجة التانية، تشجيع الطرف الاخر ليفعل نفس الشيء. بمعنى لو بادر المفاوض
من جانب الإدارة بهذا الشيء، فعليه أن يشجع الطرف الآخر على ألا يتحدث إلا في المشاكل وليس في الحلول. ليه؟ عشان نصل للجزئية اللي أنا اتكلمت فيها مع حضراتكم، إن احنا من خلال عرض المشاكل نستطيع سويا أن نطرح بدائل الحلول التي تحل النزاع والتي ترضي الطرفين. يهمنا كمان ايه؟ ان احنا نوضح ونناقش الخلافات والفروق وفقا لأولوياتها، بمعنى الاهم فالمهم. يعني ما ينفعش نناقش خلافات ومسائل جانبية ونترك المشاكل ذات الاهتمام الكبير او ذات الاهمية الكبيرة. يعني قد مثلا يوجد بجانب المشكلة الحقيقية اللي احنا اتكلمنا فيها مثلا، اللي هي ان الادارة عاوزة تقلل من التكاليف وتزود من الارباح، والعمال عاوزين يزودوا رواتبهم ويقللوا من ساعات العمل، بنجد مشاكل جانبية مثلا ان عامل خد جزاء، عامل خد فصل عامل، فدي مشاكل جانبية. يجب أن نركز على المشاكل الحقيقية اللي هي لها الأهمية الكبرى، وبالتالي نتدرج في مسائل الخلاف من الأهم فالمهم فالأقل أهمية. طيب، الحاجة التانية، اقتراح العديد من البدائل ومناقشة كل بديل على حدة. هنا اقتراح البدائل يا جماعة بيكون بالتعاون ما بين طرفي النزاع، بالمناقشة ما بين طرفي النزاع. ما ينفعش ان طرف واحد يقول البدائل، لان لو حصل كده البديل الاخر بشكل عفوي سوف يقف أمام الآخر، لأنه وضع حلولا منفردة. فيجب على الطرفين أن يصلوا إلى بدائل إيه؟ الحلول المتفق عليها ما بينهم. طيب، هنيجي بقى للجزئية اللي بعديها اللي هي إيه؟ اختيار البديل المناسب الذي يحقق مصالح الطرفين والتركيز عليه. يعني احنا من خلال التفاوض اقترحنا سويا اللي هما طرفي النزاع مجموعة من البدائل. بعد ما طرحنا مجموعة من البدائل اللي هي هتحل المشكلة، بنختار سويا البديل المناسب. والبديل المناسب ده اللي هو هيعمل ايه؟ اللي هو هيحقق المصلحة للطرفين. طيب، اخترنا، نبتدي التركيز عليه بقى. كيف نطبق هذا البديل؟ كيف ننفذ هذا البديل بالصورة التي ترضي طرفي النزاع؟ اخر حاجة، الاستماع والانصات الجيد لرد الفعل مع اظهار الاهتمام والتقدير. خلي بالكم هو قال هنا ايه؟ الاستماع والانصات. في فرق كبير جدا ما بين الاستماع والانصات. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. الانصات معناه التدبر، معناه الادراك، معناه الفهم للأمور، للكلمات، للمعاني. وهنا معنى الإنصات أن نفهم جيدا وندرك جيدا رد فعل الطرف الآخر. يجب أن نظهر الاحترام لرأيه، يجب أن نظهر الاهتمام والتقدير لآرائه، وألا نشعره بعدم الاهتمام. خلي بالكم يا جماعة ان في عملية التفاوض نحن نتعامل كبشر وليس كآلات،
وردود الأفعال تختلف من شخص إلى آخر، والإنسان بطبعه يميل أو من ضمن احتياجاته الأساسية، لما إذا حضراتكم درستوا هرم الحاجات، من ضمن احتياجاته الأساسية الحاجة إلى احترام الذات، أي أن كل فرد بيحتاج أن يكون محترما أمام الآخرين. وإذا استشعر أن هذا الاحترام نقص أو فقد منه جزء، فسيكون رد فعله شديد، يمكن يكون رد الفعل سلبي ينهي عملية التفاوض تماما. ولذلك لما يظهر المفاوض احترامه وتقديره وينصت بشيء من الاهتمام والتركيز للطرف الآخر، فهو بذلك يكتسب ثقته، يقدر أن يستحوذ على تفكيره، يقدر أن يؤثر عليه من خلال هذه الطريقة. طيب، إما نيجي نتكلم عن خصائص عملية التفاوض. عملية التفاوض يا جماعة زي ما هو مكتوب قدام حضراتكم أنه عملية متكاملة، يعني بمعنى أصح أنه ليس عملية تنشأ في موقف طارئ أو مؤقت وتنتهي بعد ذلك بمجرد حل هذه الأزمة، ولكن هي عملية متكاملة مستمرة لا تتوقف، تحتاج إلى المتابعة حتى تنجح عملية التفاوض. طيب، في خصائص تتميز بها العملية التفاوضية هنسردها على حضراتكم فيما يلي. أول حاجة أن عملية التفاوض هدفها الأساسي فض النزاع أو حسم الخلاف حول قضية أو مسألة معينة. يبقى هنا الكلام بيرجع نفسه تاني، ان التفاوض هو ينشأ في الاساس لحل نزاع، النزاع ينشأ لاختلاف الاهداف، لان كل طرف من طرفي النزاع له هدف يختلف عن هدف الطرف الاخر. استمرار عملية التفاوض مرهون بشكل أساسي باستمرار المصالح المشتركة، بمعنى أن عملية التفاوض واستمرارها مرهون بوجود المصالح المشتركة، مثلا ما بين الإدارة والعمال، ما بين المنظمة والعمال. خلاص؟ طيب، ما بين المنظمة والعملاء، ما بين المنظمة والموردون. طيب، انهيار عملية التفاوض، انهيار عملية التفاوض يكون بشكل تلقائي إذا انتفت المصالح، إذا انتهت المصالح ما بين الطرفين. يعني بمعنى أصح، إذا جاء العميل وقال أنا مش عاوز، ماليش رغبة إن أنا أتعامل خلاص مع المنظمة ديت، يبقى هيكون في جدول التفاوض. إحنا كنا بنتفاوض على السعر ولا الكمية ولا الجودة ولا. لما جاء العميل وقال انا ما عنديش رغبة اساسا ان انا اتعامل مع المنظمة بعد كده، فهنا المصالح والاهتمامات المشتركة انتفت خلاص، ما بقاش لها وجود. يبقى استمرار عملية التفاوض مرتبط بشكل اساسي باستمرار المشاكل باستمرار المصالح والاهتمامات المشتركة ما بين طرفي النزاع. رقم 2، التفاوض عملية اجتماعية.
معقدة تتأثر بهيكل العلاقات الاجتماعية واتجاهات الأطراف المتفاوضة والعادات والتقاليد واللغة. خلي بالكوا يا جماعة، احنا في الأمثلة اللي احنا بنتكلم فيها ديت كنا بنتكلم دايما ان التفاوض ما بين عملاء محليين ومنظمة محلية، ما بين موردين مثلا محليين ومنظمة محلية، ما بين العمال والإدارة. طيب ما بالكم بقى إذا كان التفاوض ما بين منظمة محلية مثلا وعملاء أجانب أو موردين أجانب لهم عادات وتقاليد ولغة مختلفة وثقافة مختلفة واتجاهات مختلفة وردود أفعال مختلفة، يبقى هنا العلاقة ما بين طرفي النزاع أصبحت أكثر صعوبة، لأن اختلاف العادات والتقاليد واللغة يصعب بشكل كبير جدا من عملية التفاوض. أنا لما بتفاوض، لما واحد سعودي يتفاوض مع واحد سعودي، بتبقى الأمور إيه؟ لأننا احنا عارفين عادات وتقاليد بعض، عارفين طباع بعض بشكل كبير جدا. لكن لما واحد سعودي يتفاوض مع واحد مثلا أمريكي أو فلبيني، العادات والتقاليد مختلفة، الثقافة مختلفة، الشخصيات اختلافها اختلاف جذري، أسلوب الاقتناع وطبعا واللغة طبعا لها عامل كبير، أسلوب اقتناع الطرف الآخر باللي أنا هقوله ما أقدرش أتوقعه أو أتنبأ به لاختلاف هذه العادات والتقاليد. المؤثرات اللي أنا أقدر أؤثر بها على طرف النزاع اللي هو من بلدي أو من نفس ديانتي يختلف تماما عن المؤثرات اللي أنا أقدر أستخدمها مع طرف آخر ليس من ديني وليس من ثقافتي وليس من عاداتي وتقاليدي. بتبقى الأمور أكثر صعوبة. طيب رقم 3، تتأثر عملية التفاوض بشخصية المفاوضين واتجاهاتهم وبالقوى والموارد المتاحة. يعني إيه تتأثر عملية التفاوض بشخصية المفاوضين؟ شخصية المفاوض، في شخصيات بطبيعتها شخصيات هادية، هادئ، شخص هادئ، ده في الغالب بنلاقيه شخص مفاوض جيد. في أشخاص أخرى سريعة الانفعال، والشخص سريع الانفعال يكون في عملية التفاوض يعني غير ناجح بشكل كبير. شخص آخر قليل الصبر أو المثابرة، ولذلك احنا لما قلنا في صفات المفاوض الماهر اتكلمنا عن الحاجات دي اللي هي قلنا المقومات الشخصية، يتمتع بالذكاء بالمثابرة بالصبر بهدوء الأعصاب، لأن كل هذه الأشياء تساعد بشكل قوي جدا في إنجاح عملية التفاوض. طيب هنا لما نيجي نتكلم عن الموارد المتاحة، الموارد المتاحة دي تعتبر مصدر قوة للمفاوض. يعني لو عميل مثلا وضعه المالي قوي ولديه مثلا أكتر من مصدر يمكن إن هو يحصل منه على أرباح، يبقى الاتجاهات والقوة بتاعته كبيرة، له موارد ضخمة، هنا بتبقى فرصته في التفاوض وقوته في التفاوض أكبر، يستطيع هو ان هو يملي شروطه بشكل أفضل وأكبر على ايه الطرف الآخر. طيب رقم 4،
تتجاوز أو تتجاوز الآثار المترتبة على عملية التفاوض الاتفاقات أو العقود أو الصفقات التي يتم التوصل إليها، وذلك في حدود العلاقات المترتبة عليها بين الطرفين سواء كانت إيجابية أو سلبية. هنشرح الجزئية دي. هي قصده إيه؟ إن عملية التفاوض ديت ممكن تصل إلى نتائج، هذه النتائج قد تختلف مع العقود المبرمة. يعني بمعنى أصح، لو أنا عامل عقد مع عميل واستطاع المفاوض من جانب العميل أنه يقنعني، أنا عامل عقد بينه وبين العميل ده بكمية معينة وسعر معين، لكن المفاوض من جانب العميل استطاع أن يقنع المفاوض من جانب المنظمة بأنه يقلل في سعر المنتج اللي هو بياخده ويزيد الكمية، يبقى هنا ما تم في عملية التفاوض يتجاوز ما في العقد ويسري ما تم الاتفاق عليه في عملية التفاوض ما تم الاتفاق عليه في العقد. يعني اللي بيمشي أو اللي بينفذ ما تم الوصول إليه في عملية التفاوض، ويتجاهل تماما العقد القديم الذي كان مبرم ما بين الطرفين. ممكن تكون النتائج إيجابية وممكن تكون النتائج سلبية، يعني احنا بنتكلم على جانب إيجابي، لكن ممكن تكون النتائج سلبية تماما. إن العقد ممكن إن المنظمة المفاوض بتاعها هو اللي يكون ذكي ويستطيع أن يؤثر في المفاوض بتاع العميل، فتكون سلبية بقى الأمور دي، هتكون سلبية على العميل. إزاي؟ إن هو يعلي الأسعار، إن المنظمة تعلي الأسعار وتقلل الكميات اللي بياخدها العميل. دي بتخضع لإيه؟ لقوة كل مفاوض والحجج والمنطقية اللي بيقدر بيها إن هو يؤثر على الطرف الآخر. رقم 5، تتأثر عملية التفاوض بالعلاقات السابقة واللاحقة بين الطرفين والأهداف المعلنة وغير المعلنة لكل منهما. بمعنى إيه؟ عملية التفاوض ليست عملية وقتية تنشأ وتنتهي، لا. طيب إذا كان التفاوض ما بين العميل والمنظمة، إذا كان العميل له سابقة عمل طويلة مع المنظمة، اتسمت بالجدية، اتسمت بتحقيق مكاسب كبيرة للمنظمة، فهذا يوضع في الاعتبار عند عملية التفاوض. إذا كان هذا العميل يستطيع أن يحقق لي أو للمنظمة في الأيام القادمة أو السنوات القادمة مكاسب كبيرة، يراعى ذلك عند عملية التفاوض. الأهداف المعلنة وغير المعلنة لكل منهما شيء طبيعي جدا. كل طرف لا يمكن أن يعلن عن أهدافه جملة واحدة، فهناك دائما لدى كل طرف من طرفي النزاع أهداف ظاهرة واضحة للطرف الآخر في النزاع، وأهداف خفية لا يعلن عنها أبدا للطرف الآخر، يتركها لوقتها حتى يعلنها في الوقت المناسب. رقم 6، التفاوض علم يحتاج إلى التخطيط الجيد ويسترشد باستراتيجيات متنوعة ويستخدم تكتيكات متفاوتة ويستلزم متابعة وتقييم وله مبادئ وأصول تحكمه. احنا يا جماعة اتكلمنا في الجزئية دي قبل كده وقلت لكم ان التفاوض
يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى خبرة، ولكنه يحتاج أيضا إلى علم. والمفاوض الماهر يجب أن يجمع ما بين العلم والفن اللي هو متمثل في المهارة والخبرة. وطبعا في مجال العلم هنجد ان احنا يجب ان احنا نستخدم التخطيط، يجب ان احنا نضع استراتيجيات، يجب ان احنا نستخدم تكتيكات من اجل ايه؟ تحقيق الهدف من وراء عملية ايه؟ التفاوض. طيب احنا هنا اتكلمنا عن المتابعة والتقييم، وانا قبل كده قلت لكم ان المتابعة والتقييم يجب ان تكون في كافة امور الحياة سواء الشخصية او العملية، بمعنى في منظمات الاعمال. يبقى في منظمات الاعمال، في كل شؤون منظمات الاعمال بما فيها عملية ايه؟ التفاوض. رقم 7، التفاوض فن من حيث اعتماده على مهارات المفاوضين وخبراتهم وذكائهم ولباقتهم وقدرتهم على التصرف وقدرتهم اللماحة ومواهبهم. الكلام ده برضو احنا اتكلمناه في البداية، وقلنا ان يجب على المفاوض او المتفاوض ان يتوفر فيه بعض المهارات الشخصية التي تؤهله لكي يكون مفاوض فعال. من هذه المهارات الذكاء، الذكاء بكل معانيه، إلى جانب الذكاء الاجتماعي على وجه الخصوص اللي هو يستطيع من خلاله أن يؤثر على الأفراد الآخرين، أن يجتذب إليه الأفراد الآخرين. من المفترض أن يتوفر في المفاوض الهدوء، هدوء الأعصاب، اللباقة في الحديث، سرعة البديهة عند حدس شديد، لماح، ها من سباب المصري كده بيلقطها وهي طايرة، عنده قدرة على التصرف، عنده قدرة على الابتكار، عنده رد فعل سريع يستطيع من خلاله أن يتصرف التصرف الملائم في الوقت الملائم، يستطيع قراءة الأشخاص اللي أمامه، الشخص المفاوض اللي أمامه. مش كل الناس عندها الموهبة ديت، دي موهبة من عند الله سبحانه وتعالى اللي هي بنسميها الحاسة إيه؟ السادسة. وقلت لكم قبل كده أن هي تبقى متوفرة بشكل كبير جدا في السيدات وموجودة في بعض الرجال، تتفاوت قدراء يعني مقدارها من شخص إلى آخر، ولكن الحاسة السادسة دي أن أنا أستطيع قراءة الشخص الآخر، أعرف أفهم هو عاوز إيه، أعرف تصرفاته اللي هيعملها إيه، بيفكر في إيه، من خلال الايه مهاره اللي هو بنسميها ايه الحاسه السادسه. طيب رقم 8، العمليه التفاوضيه لها ابعاد سلوكيه تتمثل في القدره على الاتصال والانصات الجيد والادراك الجيد والفهم والقدرة على التأثير في سلوك الآخرين والتنبؤ به. ناخدها واحدة واحدة كده عشان العنصر ده طويل شوية. بيقول هنا العضو العملية التفاعلية لها أبعاد سلوكية، يعني متعلقة بسلوك الأفراد أو بسلوك المفاوضين، تتمثل في إيه؟ القدرة على الاتصال. هنا بيتكلم عن الاتصال إيه؟ الفعال اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، كيف أستطيع أن أوصل الرسالة مني أنا كمفاوض إلى الطرف الآخر المستقبل اللي هو الطرف الآخر في النزاع، بحيث يستطيع أن يفهم الرسالة ويدركها بشكل جيد. كيف أستطيع أن أستخدم عدة وسائل لإيصال الرسالة بسهولة إلى المستقبل اللي هو طرف النزاع الآخر؟ كيف أستطيع أن أصيغ الرسالة ببساطة يستطيع فهمها الطرف الآخر؟
كيف يكون عندي المقدرة على الإنصات الجيد للطرف الآخر؟ كيف أستطيع أن أفهم ما يريد جيدا؟ كل كلمة ينطقها الطرف الآخر كيف أستطيع أن أفسرها وأفهمها فهما جيدا وأدركها؟ لأن ده هو هيترتب عليه إيه؟ رد فعلي أنا، اللي هو بنسميه إيه؟ الفيدباك. أنا هتفاهم معاه إزاي تاني؟ يعني بناء على اللي أنا استقبلته منه وأدركته وفهمته فهما جيدا، هيكون مترتب عليه رد الفعل مني تجاهه. طيب، جزئية التنبؤ، يجب أن يتوفر لدى المفاوض مهارة التنبؤ بسلوك الطرف الآخر، بما سوف يصدر منه من كلمات أو جمل، بسلوكه تجاهي هيتصرف إزاي؟ هيتصرف بعدوانية؟ عنده استعداد إن هو يتنازل عن بعض طلباته؟ دي كلها من خلال عملية التنبؤ، ودي طبعا يتم اكتسابها من الخبرة في مجال التفاوض. رقم 9، العملية التفاوضية لها أبعاد مستقبلية، فهي لا تعالج مشاكل الحاضر فقط، بل وتأخذ في الاعتبار الآثار المستقبلية. بمعنى إيه؟ إن أنا لما بتفاوض يا جماعة، مثلا مع عميل، مع مورد، مع العاملين، ما ينفعش أتفاوض معاهم أحل النزاع بشكل وقتي وبعد كده في المستقبل يحدث ما يحدث. يعني ما ينفعش أجي للعمال أقول لهم يا جماعة أنا هزودكم في المرتبات، فأنا حليت الأزمة بشكل وقتي، لكن ما حطيتش اعتباري في المستقبل هيكون النتيجة إيه. أنا ضحكت عليهم، ضحكت على العمال، طب هيكون رد الفعل في المستقبل إيه لما يكتشفوا كذبي؟ يبقى لم يجب إن أنا في العملية التفاوضية إن أنا أنظر إلى الأبعاد المستقبلية، فأعالج المشكلة أو أعالج النزاع ما بين الطرفين وأنا أنظر إلى المستقبل، لأن قلنا إن في اهتمامات ومصالح مشتركة، وطالما هناك اهتمامات ومصالح مشتركة فيجب أن أنظر إلى هذه الاهتمامات والمصالح المشتركة في المستقبل وليس في الحاضر فقط. آخر حاجة هنتكلم عنها يا جماعة في المنهج، اللي هي مبادئ التفاوض الفعال. في مجموعة من المبادئ التي تحكم العمل التفاوضي، والتي تؤدي من خلالها ان يكون التفاوض ده تفاوض فعال يؤتي ثماره. يعني يجب ان يتبع المدير بعض المبادئ عند عملية التفاوض التي يصل من خلالها الى اهدافه بفعالية. طيب، اول حاجة فيها مبدأ القدرة الذاتية. مبدأ القدرة الذاتية، بمعنى قدرة المفاوض من خلال مهاراته الشخصية اللي احنا اتكلمنا عليها، من خلال خبرته في التفاوض، من خلال علمه في مجال التفاوض، وتفهمه لطبيعة السلوك الإنساني بشكل عام، وقدرته على التأثير على الآخرين، قدرته على الإقناع. هنا بنسمي دي قدرة ذاتية. قدرته متمثلة في عدة أشياء، عدة مهارات. لا تتوقف القدرة فقط عند المهارات الشخصية، لا تتوقف القدرة فقط على الخبرة، ولا تتوقف فقط على العلم، وإنما تجمع مجموعة قدرات متمثلة في المهارة الشخصية، متمثلة في الخبرة، متمثلة في العلم. طيب، المفاوضين
ما نقدرش نقول كل المفاوضين زي بعض، وبالتالي يجب أن تتخير المنظمة المفاوض المناسب في المشكلة أو محل النزاع المناسب. بمعنى لو مشكلة قانونية يفضل هنا إن أنا أختار مفاوض تجاري ولا قانوني، لو مشكلة تجارية أفضل إن أنا أختار مفاوض تجاري ولا مفاوض قانوني، لو مشكلة أو محل نزاع مالي أختار إيه؟ المفاوض مالي ولا مفاوض قانوني ولا مفاوض تجاري، ولا أحتاج للتلاتة مع بعض؟ هنا الموقف التفاوضي نفسه هو اللي بيفرض اختيارنا للشخص الذي سيقوم بعملية التفاوض. رقم 2، مبدأ المنفعة. مبدأ المنفعة هنا بيقوم على أن المفاوضات يجب أن يجني منها كل طرف منفعة معينة. يعني ما ينفعش إن هتبقى فيه عملية تفاوض يخرج منها طرف من أطراف التفاوض بكل المنافع وطرف آخر لا يجني أي منافع، استحالة. يجب أن يجني كلا الطرفين قدر معين من المنفعة، قد يزيد طرف عن الآخر في المنفعة، ولكن يجب أن يجني الطرفين طرفي النزاع قدر معين من المنفعة، ولو كانت هذه المنفعة متمثلة في تقليل حجم الأضرار والخسائر زي ما كاتبين قدام حضراتكم كده، اللي هي ايه بنسميها في المقولة الشائعة انقاذ ما يمكن انقاذه. يعني انا لو طلعت بمنفعة من عملية التفاوض ان انا قللت حجم الأضرار والخسائر اللي انا واقع فيها، فده يعتبر في حد ذاته منفعة. المنفعة مش ان انا احصل على مكاسب بس ايجابية، المنفعة ان انا اقدر اقلل ايضا من الاضرار او الخسائر اللي انا بخسر. رقم 3، مبدأ الالتزام. بمعنى التزام كل طرف من طرفي التفاوض، يعني المفاوض الخاص مثلا بالمنظمة والمفاوض الآخر محل النزاع، يجب أن يلتزم كل طرف من طرفي النزاع في عملية التفاوض بأهداف الجهة التي يمثلها. يعني المفاوض عن المنظمة يجب أن يلتزم في عملية التفاوض بأهداف المنظمة ومصالح المنظمة، ويجب أن يلتزم المفاوض مثلا إذا كان التفاوض ده مع العملاء أو مع عميل، أن يلتزم بأهداف العميل ومصالح العميل، ولا يقف الالتزام عند التزام كل طرف بأهداف الجهة التي يمثلها، ولكن يجب أن يلتزم أيضا بما تم التوصل إليه من اتفاقات في عملية التفاوض. يعني إذا توصل الطرفين إلى بنود معينة أو اتفاق معين فيجب على طرفي النزاع أن يلتزم التزام حرفي بما تم التوصل إليه، شاملة طبعا التزامهم بمواعيد ومكان التفاوض. يعني إحنا لو اتفقنا مثلا على ميعاد معين للتفاوض ومكان معين هنلتقي فيه، يجب أن يلتزم بمبادئ معينة يجب أن تنفذ، يجب أن يلتزم طرفي النزاع أو المفاوضين أو ممثلي المنظمات بالمواعيد المحددة ومكان التفاوض. طيب، رقم 4، مبدأ العلاقات المتبادلة.
المبدأ ده بيقوم عليه أن طرفي النزاع في حالة التفاوض ممكن يكون بعد كده بينهم علاقات ما تنتهيش. احنا مش قلنا ممكن يكون هناك استمرار للمصالح والاهتمامات المشتركة، فهنا بيبقى في علاقات متبادلة مستمرة يجب أن يحافظ عليها طرفي النزاع. طالما هناك مصالح مشتركة ستستمر في المستقبل، فيجب أن يحافظ طرفي النزاع على العلاقات المتبادلة فيما بينهم في المستقبل. رقم 5، مبدأ أخلاقيات التفاوض، وده شيء مهم، بمعنى أن يلتزم المفاوض بأخلاقيات التعامل في عملية التفاوض، بمعنى أن المفاوض ما ينفعش يستخدم أساليب غير أخلاقية في عملية التفاوض، لأنه أولا وأخيرا هو يمثل جهة أو منظمة معينة، فبتكون سمعة المنظمة ديت من سمعة المفاوض بتاعها. يعني مثلا لو استخدم الخداع أو الغش أو التضليل لكسب مكاسب معينة أو تحقيق أهداف معينة أو إن هو يطلع بأكبر مكاسب معينة من عملية التفاوض، فهنا يبقى تخلى عن أخلاقيات عملية التفاوض وبيضر بسمعة المنظمة اللي هو بيمثلها. فلا يجب أبدا أن تكون سمات المفاوض أو من ضمن وسائله إن هو يستخدم الغش أو الخداع أو التضليل في عملية التفاوض، لأن هو في النهاية واجهة وسمعة للمنظمة التي يمثلها. احنا بكده يا جماعة بنكون انهينا منهج المهارات الإدارية. ارجو ان انا اكون استطعت ان اوصل المادة العلمية بشكل جيد، واتمنى ايضا ان انا كنت ضيف خفيف عليكم. الحقيقة ان شاء الله نتقابل في البث المباشر، واكون على استعداد وبصدر رحب جدا لتلقي جميع الاستفسارات والاسئلة من حضراتكم، وهراجع معكم باذن الله. اتمنى لكم كل توفيق ونجاح وتقدم على المستوى الشخصي وعلى المستوى العلمي وعلى المستوى العملي، ونلتقي في بإذن الله تعالى في مواد أخرى، أو إذا لم يشأ المولى عز وجل إن احنا نلتقي في عملية تدريسية ألتقي بكم في أي مكان. ده شيء يسعدني جدا، وأنا دايما أكون سعيد إن انتم تستفسروا عن أي شيء، حتى لو أنا مش بدرس معكم أي منهج أكون سعيد جدا لتلقي أي استفسارات منكم. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم في هذه المحاضرات الدكتور خالد قمر من مصر، سعدت بكم سعادة غامرة. أتمنى لكم كل توفيق، وأكرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.